من مات غرقا أو أكلته السباع أو حرق، فهل يحاسب مثل ما يحاسب الذي يدفن في القبر، أي أنه يسأل عن الأصول الثلاثة؟ نعم، يجري عليه ما يجري في القبر، ولو كان في بطن سبع أو بطن طير أو في بحر أو في بر، كل من مات فإنه يكون في البرزخ، يكون في البرزخ بين الدنيا والآخرة، سواء دفن أو لم يدفن، ويأتيه ما يختص بالقبر في أي مكان كان، والله على كل شيء قدير. نعم.